النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة مجالس مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولده. فالتصوف السوداني مبني على جوانب عملية أكثر من أنه ينظر ويتناقش ويتجادل في الوجود وماهية الوجود ومصدرية الوجود وحقائق مراتب الوجود وتداخلها بعضها مع بعض. وهذه الجدليات في هذا الوجود صفة زائدة على الذات، أو هي عين الذات، أو هي لا عين ولا غير،